إذا كان الشخص شك في إمام المسجد بأنه زان وأكثر المصلين، هل صلاته صحيحة أم لا؟ صلاته صحيحة حتى ولو عرفوا أنه زان، هذا معصي، معصية لا تبطل الصلاة، لكن عليه أن ينصحوه ويوجهوه إلى الخير ويقول الخير، ويلتبسون من القائم على المسجد ومن المسؤولين عن المسجد أن يلتبسوا إماما صالح. إذا كان هذا متهم بالزنا أو معروف بالزنا ما تاب، عليهم على الجماعة أن يطلبوا من القائم على المسجد أو الأوقاف أن تغير هذا الإمام بإمام صالح. أما صلاته صحيحة، لكن ينصحونه، يوجهونه، يستتيبونه، يوجهونه إلى الخير.